يا جماعة الخير، أي سكين ما جايب لونه أسود ما باخده، فهمت علي؟ يعني أنا مثلا اليو إم بي أنا ما عندي سكين. رعبني رعبني. أوه يا إلهي. أوه لا 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 لا، هي حلوة. السلام عليكم، كيفكم يا جماعة الخير؟ شلونكم بخير؟ قبل بداية هذا الفيديو صلى حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، فكرة الفيديو اليوم واللي هي لون كامل باللون الأسود. طبعا يا جماعة الخير رح يكون كل شيء، حتى السكن وحتى البروفايل، يعني رح يكون كل شيء باللون الأسود. بسم الله يا جماعة الخير، خلينا نبدأ. أول ما نبدأ بالفيديو جايب لكم تطبيق لربح جواهر فري فاير مجانا وحتى فلوس، تطبيق على وين بلاي، معي 5142 نقطة. هلا أمامكم رح أشتري فيهم جواهر وراح أفرجيكم كيف رح يوصلوني على حسابي بفري فاير. فوت على الريديم، بعدين ننزل لتحت نضغط على فري فاير هون، كليك هير، هاي طلعنا الجواهر اللي بنقدر نشتريهم. بنفوت على 110 جواهر، بنضغط هون، بنحط الاي دي تبعي هون وبنضغط على المربع الاخضر. خلينا نروح نجيب الاي دي ونرجع. اوكي نمسك الاي دي نحطه هون. اوكي بسم الله مشي الحال. خلينا نروح على الحساب، حوالي 5 دقائق وراح يوصلونا الجواهر. اوكي يا جماعه هي وصلنا الجواهر، طبعا وصلني مثل ما انا طلبت بالضبط، برنامج كثير صادق. خليني اشرح لكم كيف تجيبوا النقاط. اول شيء يا جماعه بتفوتوا على الاحاله، بتحطوا الكود اللي طالع امامكم على الشاشه. اوكي طيب وصلنا على 100 نقطه من كود الاحاله. اوكي طبعا في كثير طرق انكم تجيبوا فيها نقاط، عن طريق مشاهده الفيديو وفي عن سبين، بس اهم شيء المهام واللي هو الاوفرز. اذا حابين تتواصل مع فريق العمل صاحب البرنامج تضغطوا هون، راح ياخذوكم عن قناتهم التليجرام. طبعا هنيك في كل شروح المهمات اللي موجودة في التطبيق، وفي القناة في إثباتات للشحن اليومي، ورح خليكم رابط البرنامج تحت في الوصف، تطبيق علاء وين بلاي. وبس يا جماعة الخير بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. خير خلينا نبدأ نحط شغلات اللون الأسود. أول شيء يا جماعة نغير البنر، كنت رح ألبس كنزة سودة بالحقيقة، بس الكنزات السود كلهم بالغسالة فخلص مشوها يعني. بس يلا يا جماعة لابس طاقية سودة يعني نفس الشيء. خلينا نحط كل شيء أسود. طلعت ساعة أدور ما في أسود، بس رح أحط لون قريب على الأسود واللي هو هذا، في شوية صفارة واللي هي بالنص، بس يا جماعة ما في أسود كامل يعني، فهمت علي؟ البنر الأسود الثاني يا جماعة واللي هو البنر أول ما تدخل اللعبة، هذا البنر الكل عنده إياه، هذا يعتبر يا جماعة الخير أكثر بنر فيه أسود. هي الشنطة حطينا الشنطة السودة واللي هي شنطة التنين، جبنا مظلة سودة. اوكي ما في مظلة سودة فبحط هي يا جماعة. اوكي واللوت بوكس يا جماعة بنحطنا لوت بوكس اسود. اوكي في هاد في هاد الاساسي. اوكي طيب والنزول ما في نزول سودة فبخلي هي العادي، لانه هي يا جماعة بيضة فبخلي هي العادية. اوكي طيب والزلاجة يا جماعة خلينا نشوف شي زلاجة سودة. طيب يا جماعة شوفوا انا لقيت شي اسود بس ضايف معه لون. لعبة فري فاير مستحيل تلاقي سكن كله بنفس اللون الا ما يضيفوا عليه شغلات، لازم اجي احط لي شي يعني صعب الاقي اسود كامل، فهمت علي؟ اوكي يا جماعة لقيت هي اكثر مزلجة قريبة على اللون الاسود، خلينا نحط على الاسلحة. تخيلوا يا جماعة حتى الاسلحة رح اخليهم سود، يعني رح اخلي كل شي اسود. ام 4 ما في الا السكن الطبيعي اسود هذا بحطه له. اوكي بالاي كي في هذا اسود يعتبر اسود. اوكي هذا وهذا. اوكي اكثر سكين فيه سواد. وام 14 ام 14 السكين العادي. اوكي والسكار والله يا جماعه فكره هذا التحدي صعب، بتعرفوا ليش؟ انه في سكنات لويه انا شايلها. طيب السكار يا جماعه الخير هذا اكثر سكين فيه يعني فيه اسود، فهمتوا علي؟ والباقي كله احمر اخضر اصفر فخلص بحط هذا. والجروزه اوكي الجروزه بخلي السكين العادي، والفاماس بخلي هذا. اوكي هذا فيه سواد. اوكي والاكس ام 8 بحط هاد. هذا السلاح يا جماعه لهلا ما عرفت شو اسمه، المهم يا جماعه عم نحط السكين تبعه او هاد العادي العادي هاد. اوكي طيب والبلازما، البلازما ما في عندي اسود الا هاد. والاوج شو في عندي؟ الاوج عندي هذا السكين العادي. اوكي والبارفال بنحط السكين العادي، والرفراف هو هاد وهاد. اوكي طيب شو في كمان؟ البندقيه سكيس العادي. اوكي ودراغانوف، دراغانوف اكثر سكين فيه سواد هاد. اوكي وبالشتغل يا جماعه اكثر سكين فيه سواد واللي هو هاد. اوكي والسباز اكثر سكين فيه سواد واللي هو العادي، والشد جان اكثر سكين فيه سواد واللي هو هاد. وهذا يا جماعه وربي فخم السنايبر اكثر سكين فيه سواد واللي هو اللي حاطه صراحه. اوكي والهاد بنحط هذا العادي، القناص العلاج، مسدسات معجين على الكاتانا. خلينا نشوف شو في كاتانا اكثر شيء هيك فيها اسود. طيب اوكي صراحه يا جماعه اكثر وحده فيها سواد اللي هي النار هاي، شوفوا النار هاي وينها، هاي بحس يا جماعه اكثر وحده فيها سواد، شو رايكم؟ اوكي وبالمنجل، بالمنجل يا جماعه ما في عندي وحده فيها سواد. اوكي فبحط هاي واللي هي النار، انه يا جماعه النار قريب على الاسود. اوكي وبنجي يا جماعه الخير على السكين بنحط هاي يا جماعه الله يكرمكم. اوكي وبنحط على القبضه، اكثر قبضه فيها سواد والله ما في ولا وحده فيها سواد، فبخلي الاحمر. اوكي والقنابل والله يا جماعه ما بعرف شو اكثر قنبله فيها سواد.
طيب هاي لون. اوكي وجينا عن التلج، اكثر تلج فيها لون اسود واللي هي هاي. اوكي بصح هاي. اوكي طيب يا جماعه الخير، هلا خلصنا كل شيء يا جماعه، ضل علينا السكن وبندخل الجيم. طيب السكن هو يا جماعه الخير، اوكي مثل ما شايفين يا جماعه الخير هذا هو السكن، سكن اسود كامل. طبعا مثل ما شايفين يا جماعه الخير السكن صار كله اسود، كي من الشنطه ومن السكين ومن السكن يعني، وحتى كل شيء يا جماعه. فضل علينا يا جماعه الخير انه ندخل الجيم، فبسم الله يا جماعه خلينا ندخل. اوكي يا جماعه مثل ما شايفين هي دخلنا في الجيم بسم الله يا جماعه. صح لا نسيت ما اسمي حالي الرجل الاسود، بس هي بحسها عنصري، لا ما بعرف. اوكي طيب مثل ما شايفين يا جماعه الخير كل شيء صار اسود، كل شيء يا جماعه تقريبا، حتى الطيار فيها شوية سواد، وحتى يا جماعة الخير جدران اللي وراي فيهم أسود. أوكي وحتى شعري وحتى الطاقية وحتى السماعة وحتى الكلام اللي هون وحتى البنطلون اللي لابسه وشو كمان وحتى الموس. وربي السكن خرافي يا جماعة، وربي فخم وربي هيب يا جماعة، والله ما عم جامل. فبسم الله يا جماعة الخير خلينا نجلد بالرجل الأسود يا رب بسم الله. أوكي يا جماعة هاي أخذنا الـ AK والشتغن هدول، تقريبا صار كل شيء أسود مثل ما شايفين يا جماعة. حاس حالي هيك شوي بختفي يعني، لو بيطفوا الأضواء يا جماعة الخير بختفي. في ناس قدامي، في ناس قدامي. اوكي هاي جبنا اول كيل. طيب يا جماعه الخير جبته اصفر بسبب يا جماعه ماني مسخن يعني، فمشوها يعني. اوكي يلا هو اول كيل تحمي يعني، السكنات اللي ما فيهم لون اسود ما باخذهم الا اللون الاسود. لا 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 اوكي بلا هيد جي جي. قلت لكم يا جماعه الخير بس اول كيل كان تسخين، فهلا بسم الله يا جماعه شوفوا كيف الثلجه مع السكن مع كل شيء، شوفوا كل شيء اسود. وسالوني الناس عنك يا حبيبي. اوكي نزل. واحد راح. يا سلام على AK، يا سلام على AK يا جماعه السكن هذا ربي خرافي. السكن AK هذا يا جماعه يعني هذا النوع يا جماعه الخير هن مدري شو اسمهم كثير حلوين. يا سلام يا سلام. اوكي 5 كيل. وسالوني الناس عنك. اوكي لا اسكت مات. والجماعه صار ما يستكر، في ناس فوق، في ناس فوق ماتوا. اوكي يا جماعه انا داخل رانك انت عشان ما تقلي حسوني ضدك بوتات، انا بقلكم ليش ضدي بوتات. طبعا السبب حكيته 1000 مره بس برجع بحكي عادي للتذكير يعني، لانه في ناس بتنسى. يلا بس خلينا نخلص الفايت. اوكي حلو. طيب اوكي يا جماعه بس خلينا يا جماعة الخير أي سكن ما جايب لونه أسود ما باخده، فهمت علي؟ يعني هلا مثلا اليو أم بي أنا ما عندي سكن. رعبني رعبني. أوه يا إلهي. أوه لا 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 هي حلوة. طيب يا جماعة الخير شوفوا لي السكن يا جماعة، قسما بالله السكن مرعب يا جماعة، السكن وربي وربي هيبة. أوكي في واحد. طيب اوكي يا جماعه هاي شلناه. طيب مشان هيك بس البوتات يا جماعه قويين يعني، تفكروا ان البوتات ضعيفين، لا والله قويين بيدوك نار الحيط. شوف يا جماعه تخيل انه هذا ايم بوت، هذا ايم بوت، هذا يعني بوت عم يضرب علي هيك، مو انه ايم بوت هاكر، لا ايم بوت هذا. اوكي انت صح. لا 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 لا, لا. اوكي جي جي. طيب حلو يا جماعه الخير صار معنا 3 كيل، بس لازم يا جماعه نجيب كيلات اعلى من هيك. اوكي جي جي. اوكي في شخص قدامي ضربت عليه 2 سنايبر، خلينا نروح له بسم الله. اوكي مان جي جي. في واحد كمان هون. اوكي جي جي مان 9 كيلات. يا سلام يا سلام 9 كيلات. اوكي في ناس قدامي، اهدى حسن اهدى. اشوف السلاح اللي بدروب، الشحن العنيف. اوكي والله ما بعرف السلاح هذا يا جماعه، انا الوحيد اللي ما هضمته يعني ما حبيته ما بعرف. اوكي جبنا. اوكي مات جي جي.
خلينا نحط الجي والسكين. يا جماعه شوفوا شكل السكين وربي حلو، هو انا الوحيد يا جماعه عاجبني كل هالدرجه، والله عاجبني ما بعرف ليش، تحسوا فخامه يا جماعه، اللون الاسود يا جماعه سبحان الله حلو يعني. اوكي مان حتى بالحقيقه حلو. عاش 13 كيل يا سلام، 14 كيل عاش كفو. اوكي ما شاء الله علي، عم امدح حالي انا. يلا مشان ارفع معنويات نفسي، فهمتوا علي؟ لازم يا جماعه ترفع معنويات نفسكم، يعني لازم تمدحوا حالكم تشجعوا حالكم. الله علي، حاس حالي احمد شخيري ولا شو اسمه ده. مات يا سلام، 15 كيل عاش. اوكي هذا ملكلك، هذا مات. اوكي 16 كيل حلو. يا سلام، لا حسن يا سلام، عاش 18 كيل حلو. ويا جماعه 18 كيل والله ديم. اوكي اوكي يا جماعه مثل ما شايفين، طبعا يا جماعه خير للاسف ما سند اخذ المركز الاول بسبب البوتات. يا جماعة ان شاء الله يمكن اسوي فيديو عن هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع يا جماعة كثير عم يستفزني، يعني ما بقدر افوز الجيم بسبب البوتات يا جماعة. والله انا بالنسبة لي لو بجيبوا لي لاعبين حقيقيين يعني يكونوا لعيبة كثير احسن لي من البوتات، اسهل لي، لانه يا جماعة البوتات خلص انت بس بوت شافك متت خلص، يعني ما بتقدر تسوي شيء. فللاسف يا جماعة الخير ما صرت اخذ مركز اول. انا يا جماعة قبل ما اضيفوا شغلة البوتات كنت على طول اخذ مركز اول، بس يا جماعة بعدين ما صرت اخذ بسبب البوتات الله ياخذهم يعني. فلهون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو. يا جماعة اكتبوا لي تحت في التعليقات شو بتحبوا لون اسوي عنه، وبس كان معكم اخوكم حسون، بشوفكم فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.